بسم الله الرحمن الرحيم. توضيح أو ملحق صغير للفيديو اللي نزلناه بالنسبة لنموذج الإجابة السريعة. نموذج الإجابة السريعة يخص الطلبة في جامعة قادسية، يعني اللي عندهم بريد إلكتروني رسمي من الطلاب يعني. لكن إذا الطالب ما عنده بريد رسمي، يعني بريد إلكتروني رسمي، فنتبع الخطوات الآتية. أنت مسوي النموذج ومكمله، فتفتح الجوجل، تروح على خدمات الجوجل أو الجوجل أبليكيشن، تروح على الدرايفر، تفتح الدرايفر، تدور على النموذج مالتك، النموذج اللي أنت مسويه، يعني نقول نموذج الإجابة ونموذج الإجابة السريع. أنت شنو اللي التسمية اللي أنت مسميها؟ راح تروح عليه، مثلا هذا نموذج الإجابة، دبل كليك عليه راح ينفتح هذا نموذج الإجابة. هنا أكو الإعدادات، سيتينج، الإعدادات أو السيتينج، تفتحها بالإعدادات جنرال، تبويب الجنرال أو العام، الكوليكت إيميل هذا تعيفه، ريسبونس تعيفه. نجي هنا ذن الخيارين، هنا ريستريكت تو يوزر يونيفرستي القادسية، يعني يقتصر على أو يقيد على منتسبي جامعة القادسية أو مستخدمي القادسية، الدومين مال القادسية. هذا توخره على مود ما راح يقتصر عليهم فقط، لا، يعني ياخذ أكثر من إيميل وأكثر من مشترك بإيميل غير رسمي. هنا هاي أنت حر بيها، مال الليمت، تقيد بين إجابة واحدة أو أكثر من إجابة. يعني افضل تخليه اكثر من اجابه، يعني ما قيده، فذن الاثنينات اللي لا تفعله، غير مفعلات تعيدهم، وبالاخير تقول له سيف، تقول له سيف، وتروح الى السند. من السند تلقي العلامه مال الاتاتشمنت او الرابط اللي عندك، تضغط عليها، لان تغير الرابط، تغير هنا عندك، تروح على الرابط. من الرابط تريد رابط قصير لمدة نشرة، شورت هاند يورو، هذا راح يطلع لك الرابط، وراح يحدد الرابط عندك، تقول له كوبي. من قلت له كوبي، تروح تفتح الكلاس روم مالتك اللي تريد تنزل عليه الرابط هذا الجديد اللي سويته للإجابة. ومثلا عندنا هذا الكلاس للتجريب، هنا للنشر share something او انشر فد شيء للطلاب او طلاب صفك. هنا تكتب مثلا الإجابة على هذا الرابط، وتلصق الرابط هنا وتقول له نشر او بوست، راح يروح للطالب ويدخل بشكل عادي. شكرا للاستماع.